وعلى هامش أعمال الملتقى، أكد سعادة وزير شؤون الإعلام في تصريح لقناة الشارقة الفضائية أن ما تنتهجه بعض وسائل الإعلام من سياسات دخيلة على مجتمعاتنا يجب مواجهتها بالوعي والثقافة والهوية الوطنية. من يعتقد بأن الإعلام جزء من الكثير من الأزمات هذا واقع، ولكن في الحقيقة اليوم نرى أن الإعلام أصبح بحد ذاته هو أزمة يجب مواجهتها بهويتنا، بشخصيتنا المتسامحة، بهدوءنا، وليس بالمحاولات اللي يحاول يجرنا لها الغير عبر التطاول أو الصوت العالي.